أصيبت بمرض نفسي خطير بسبب مرض زوجها بسرطان الحنجرة. إنها واحدة من أشهر جميلات هوليوود، كاثرين زيتا جونز. المريض النفسي ليس بالصورة التي تنقلها إلينا الأفلام الكوميدية. ربما يبدو لك الشخص في كامل أناقته، لكنه مصاب بأحد الأمراض النفسية الخطيرة التي تدفعه إلى إيذاء نفسه. وأصيب عدد من مشاهير العالم بأمراض نفسية ولم يخجلوا من الاعتراف بمرضهم في اللقاءات، بل جعلوا أنفسهم قدوة لغيرهم من المصابين لتخطي المرض والتأقلم معه. ومن هؤلاء النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، بطلة الفيلم الهوليودي الشهير ذا ماسك أوف زورو. حصلت جونز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في دورها في فيلم شيكاغو، وتزوجت النجم العالمي مايكل دوغلاس. لم يتخيل أحد أن هذه الجميلة أصيبت بمرض نفسي خطير قد يدفعها إلى إيذاء نفسها، واعترفت أمام الكاميرات بمرضها وأسباب إصابتها وقصة تأقلمها مع المرض. قبل سنوات اعترفت كاثرين زيتا جونز في أحد اللقاءات بأنها تعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب، وهذا المرض يدفع صاحبه إلى القيام بأعمال طائشة وغير مسؤولة، وربما يدفعه إلى أفعال خطيرة في بعض الأحيان. وأصيبت جونز بهذا المرض بسبب حزنها لإصابة زوجها النجم العالمي مايكل دوغلاس بمرض السرطان. ونشرت حينها إحدى الصحف العالمية أن كاثرين تتلقى العلاج، حيث مكثت في مصحة نفسية لمساعدتها على التأقلم مع مرضه. وبدأ الأمر مع كاثرين بالإصابة بالاكتئاب بعد خضوع زوجها للعلاج الكيماوي والإشعاعي لإصابته بسرطان الحلق، وتطور الأمر مع جونز التي لم تتحمل ما تمر به عائلتها لمرض الزوج. وبعد تلقيها العلاج النفسي ظهرت في أحد اللقاءات وقالت: تعاملت مع الأمر بطريقة جيدة، كنت أعاني من مرض الاكتئاب الثنائي القطب، وأؤكد للجميع أن المصابين بذلك المرض ليسوا ضحايا، ولا نريد الشفقة من أحد. أظهرت للجميع أن المصابين بهذا المرض يمكنهم تخطيه والتغلب عليه بخطوات العلاج.